محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم متابعين قناة وصفات أم نرجس. آني وبناتي سوينا هذه القناة لأن عندنا وقت فراغ ومري لهذا الوقت هيجي يروح، فقلنا نقدم بي روتين وطبخ وأفكار مفيدة، وأريد منكم تتابعون فيديوهاتنا وتشجعونا بعد أكثر. دعمكم يشجعنا ننشر فيديوهات. السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. اليوم ان شاء الله جايب فيديو جديد، اتمنى يعجبكم هذا الفيديو، واذا عجبكم لا تنسونا باللايك. مثل ما شفتوا بداية الفيديو، اليوم قناة انا وبناتي، قناة صراحة حيل حلوة ومنوعة، بها روتينات، فلوكات، طبخات، حلويات، معجنات، يعني قناة منوعة بمعنى الكلمة. يا ريت ترحون تشتركون بقناتها وتكتبوا لها من طرف ام نرجس، واكون ممنونة من عندكم. راح اترك رابط قناتها باول تعليق، وارجع واقول ممنونه من عندكم اذا رحتوا واشتركتوا بقناه اختنا انا وبناتي. هسه نرجع الفيديو مالنا. مثل ما جاي تشوفون قدامكم هذا صدور دجاج مقطعته بهذا الشكل. اليوم اشتهينا طبخ مطاعم وقلنا راح نطبخ بالبيت اكل المطاعم. هسه هذا الدجاج وصدور دجاج غسلته زين ومنظفته، وراح اخلي عليه هاي البهارات. البهارات بابريكا، ملح، كمون، كركم، بصل مجفف، فلفل اسود، وثوم مجفف. كل شيء خاشوقه من عنده، خاشوقه كوب. راح اخلطهن زين وارشهن على صدور الدجاج. انتي بعد تتحكمين بالكميه مالتش، ف يعني ايش قد انتي تسوين، قليل هواي، هذا الشيء اكيد راجع لك انتي كأم بيت. هاي هنا عندي خردل، خردل هذا ينباع بالسناتر والاسواق، يعني باي مكان موجود من عنده. راح اخلي خاشوقه متروسه خردل. اليوم الوصفه مالتنا شنو؟ طبق الريزو، يعني طبخه الريزو. الريزو هي مشهوره هاي بالمطاعم، فاليوم احنا راح نسويها بالبيت وبابسط طريقه. وهاي عندي هنا كاتشب، راح اخلي خاشوكتين او ثلاث خواشي كاتشب على هاي الخلطه مالتي او التتبيله مالتي. هاي طبعا سويتها من الصبح، يعني مثلا 8 وشوي سويتها. هنا عندي نص قلاص خل ابيض، اذا ما عندك خل ابيض ليمون تعصرين نص قلاص خل ليمون، واذا ما عندك خل عادي خل التمر، هذا يعني الخل الاسود اللي نشتريه من السوق هو هم يصير، لان هو بالتتبيله ما عليه اي شيء. اخلط هاي المواد زينه، هي البهارات المشكله والخل الابيض والكاتشب والخردل. راح اخلطهن زين وراح اتركن 3 ساعات 4 ساعات ليله كامله، انت بكيفك. هسه عني تركتهن تقريبا 3 ساعات، تبلتهن وعفتهن على صفحه. هسه راح اجي يعني التغليفه مالتها من اريد اقلي. راح اخلي كوبين طحين صفر، هذا الصفر العادي. هنا أنا عندي خاشوكتين نشا أو 3 خواشيك نشا. وصفة سهلة حيل، وهي قلت لكم وصفة مطاعم. واحد ليش يشتري من المطاعم، يجي يسوي بالبيت. وهاي هنا خاشوقة بيكنج باودر، خاشوقة كمون، ثوم باودر، كركم، فلفل اسود شي يعني قليل، وهنا خاشوقة متروسة بابريكا وملح. واخير شي اخلي شوية كمون. هسه اجي اخلط المواد زين، هاي يعني المواد الناشفة، وهم راح اتركها على صفحة لانه اريد شغلي منظم على مود من اجي اشتغل ما عندي صعوبة، لان موادي كلهم حاضرة قدامي. تبلنا الدجاج، الخلطة مالت يعني الطحين والبهارات الناشفة كملتها وخليتها. هسه اجي اسوي الصوص مالته، يعني الصوص الخاص بالريزو. هذا الصوص هنا عندي خاشوكتين عسل، يا اما عسل اذا ما عندك خلي شيرة عادي، يعني شيرة ثخينة، خاشوقة، خاشوقة شيرة
أو خاشوقة عسل. وهنا راح أخلي 4 خواشيق كاتشب. هاي الخلطة أو الصوص هذا خاص بالريزو، يعني بليا ما راح يكتمل طبق الريزو، أو يعني هو وصفة الريزو اللي احنا يعني نسمعها بس بالمطاعم، بس هي ان شاء الله اليوم تشوفونها هي وصفة بسيطة وتطبيقها حيل سهل. وهنا خليت خاشوقة خردل، يعني 4 خواشيق كاتشب، خاشوقة عسل أو شيرة، وهنا خاشوقتين خردل. اخلطهن زين، وهم راح اتركهن على صفحة او اخليهن باي شيء عندك، مثلا علبة كاتشب نظيفة او اي علبة يعني تشبيها فتحة، على مود تجين تصبين عليها شيء مريح احسن من الخاشوق. واذا ما عندك عادي بالخاشوقة ماكو اي مشكلة. يعني وهذا الريزو هو يحجون بيه بالمطاعم، وهي اصلا وصفات مطاعم، بس اليوم ان شاء الله راح اسويها بطريقة حيل سهلة، وبس يعني واحد هو يسمع ريزو ريزو عباله انه هي موجودة بس بالمطاعم، لا، هي هاي اكو وصفات هي بسيطة بس هي تستوى بالبيت ماكو اي مشكلة، يعني حتى مو صعبة. وهاي علبة الكاتشب راح اخلي بيها على مود قلت لكم بالصب يصير شيء ارتب ومو مثل الخاشوق. هسه اجي اطبخ التمن الخاص بالريزو. راس بصل حجم كبير ثرمته ناعم وخليت عليه زيت، هسه راح اقليه زين. وهسه شوفوا شنو راح اخليه من بهارات. من بعد ما يتقلى راح اخلي التمن مغسول وناقع اكيد، نص خاشوقة كركم، خاشوقة تقريبا متروسة بابريكا، وخاشوقة كمون وملح بس، يعني اللي يريد يخلي اضافات هو بكيفه، بس اذا احنا نريد نرجع للوصفه الاصليه هي هيجي هاي المواد مالتها، وهي اكيد ماكو وصفات اصليه او ثابته، يعني هو التنوع بالطبخ صاير وين ما ترحين، المطاعم كل مطعم شكل، الطبخات كل طبخه شكل، بس يعني انه طبخه وصفه الريزو هاي المواد اللي مضبوطه بيها. راح احمسها زين اقلبها، يعني تطلع هسه لو اقول لكم الريحه والله تجنن، يعني هي ريحه مجرد حمس التمن بهاي البهارات انطى ريحه غير شكل. يعني شوفوا كثرت بالحمس لانه انا اريد احمس بي، اريد التمن يتقلى ويا البهارات ويا البصل ينحمس زين. وهسه خليت الماي، اكيد انتو عينك ميزانك انتي تعرفين التمن مالك ايش قد يحتاج ماي، يعني حسب نوع التمن. هسه راح اعوفه يستوي التمن واجي للمرحله اللي بعدها، هسه شنو راح اسوي. هسه هذا عندي الطحين والبهارات، وهذا الدجاج عندي متبل 3 ساعات او قلت لكم اكثر ما علي اي مشكله، راح اخليه بالطحين. وهسه شوفوا شلون راح اسوي هاي الحركه، اريد يطلع الشيء مضبوط، عرفت الشوكة، لأنه ما يفيد شغل إيد أضبط. شوفوا شلون أضغط باللحم على مود شنو يصير عندي مثل الحراشف، يعني شايفين هاي القرمشة اللي تصير بالدجاج، هي هاي الحركة تطلع القرمشة، بحيث أدخل الطحين والبهارات بكل جزء بقطعة الدجاج. شوفوا بهذا الشكل صارت. هسه عندي زيت على الطباخ حامي، يعني مو حامي، وسط، واظل اتبل هاي الدجاج اللي عندي الى ان شنو، ما راح اسوي يعني تتبيله كل قطع الدجاج، لا، راح اسوي مثلا 3 قطع 3 قطع، قطعتين قطعتين، لانه ما اريد ان ياخذ رطوبه الدجاج، اريده يظل هاي المواد الطحين والبهارات ناشفه. هسه اجي اقلي، هنا عندي زيت، يعني كمية زينة من الزيت على مود تتغطى كل قطعة الدجاج بيها، تستوي من فوق ومن جوا. هسه بالبداية نار عالية، بعدين تقريبا اخلي النار وسط، اريد الدجاج مالي يستوي على راحته من برا ومن داخل، يعني من داخل مستوي ومن برا مقرمش. صدقوني وصفة تجنن، يعني ما تاخذ وقت،
بس خطوات، يعني يشوفونها مثل ما شفتوا انه مو خطوات صعبة، وهذا الشيء انه حلو تقدميه لعائلتك نفس طبخات المطاعم، فتشي حلو ويعني يفرحون بيه العائلة مالتك. انه واحد مل من الاكل المعتاد دائما، نفس الاكل نفس الاكل مكرر، لا يحاول يغير يشوف الاكلات جديدة، اكلات مطاعم، اكلات انتي ما مجربتها تحاولين تجربينها، تشوفين عائلتك حبت هيك اكلات تمام استمر عليها، ما حبت ما مجبورة انك تسوين. وهنا انا اشوف الدجاج القطعة شلون استوت وصارت هيك مثل طالعة بيها، يعني مثل اللي نقول عنها حراشة في النتوءات، او يعني هيك قطعة طالعة يعني تحسينه كريسبي. شوفوا هذا شكل الدجاج ما شاء الله عليه، والقرمشة والصوت ماله من برا الصراحة حيل طيب. وهاي عندي طلعت الوجبة وراح اجي اقلي الوجبة الثانية الى ان اخلص كل هاي الكمية اللي عندي. هي ما راح تاخذ وقت، بس دير بالك ان النار لا تخلينها عالية، لانها خصوصا هيك اشياء تصير ما تستوي، فانتي لا ما مضطرة هيك تخلينها، لا تخلينها على راحتها. بالبداية نار عالية اول 3 دقائق 5 دقائق، بعدين تنصين النار الى ان تحسينها تكسب ولونها يصير ذهبي. هسه نجي للخطوة اللي بعدها، التمن مالي راح يستوي، يعني عيني على التمن ومنها اقلي. شوفوا هذا التمن بعد ما استوى، ريحة الكمون البابريكا انطفت شي، يعني تحسينه مختلف عن التمن العادي، لانه هاي البهارات هي اضافت له فتشي مميز. وهذا الدجاج مالتنا شوفوا شلون مقرمش، ومن داخل راح اقطع الدجاج شوفوا من داخل ايش قد مستوي. الريزو هو هيك طريقته، اكو بيهم يقطعونه يعني هو صغار ويتبلونه ويقلون هو صغار، اكو لا يسوونه هيك طريقته قطع كبار وتجين تقصصينه. هسه انت شنو اللي عجبك براحتك تسوي الطريقتين. شوفوا من داخل شلون مستوي، اقطعه على مود اخليه بالصحون بشكل مرتب، لانه تقديم طبق الريزو لازم يكون بهالشكل قطع صغار وتصبين عليه الصوص. وهنا كل ساعة يعني هيك شي اضرب السكينة على مود اراويكم القرمشة اللي من برا وشون مستوي من داخل. هسه نجي الأخير مرحلة، هي مرحلة التقديم. صراحة يعني طبق بمعنى الكلمة، وطيب وسهل وسريع واسمه يعني ما شاء الله ريزو، يعني فرد شي الناس عبالها، بس هو فرد شي بسيط وتقدرين تسوينه بالبيت بدل ما نروح للمطعم. أول شي خسائر، الكلفة أكيد أقل، وثانيا إنه برد والجو تدرون يعني هالأيام مو مال طلعة، فنقول إحنا نسوي بالبيت أحسن. وهذا طبقنا اليوم، طبق الريزو او وصفة الريزو سويتها او طبختها بكل بساطة مثل ما شفتوا، بدون يعني تعقيد، بدون مواد، يعني اكو وصفات انه تنطي مواد صعبة او ما موجودة، لا يعني احنا نقدر نخلي بدائل ماكو اي مشكلة. وهذا وصفتنا اليوم، اتمنى فيديو اليوم عجبكم واستفاديتوا من عنده. وهنا اخير شيء هسه اجي اخليها قطع الدجاج، واكيد اجي اصب الصوص عليها. هو الميزه مالته ان تصبين الصوص وهاي الحركه وتشوفونه يعني بهالشكل، لانه يعني اكو وصفات لازم احنا ننقلها مثل ما هي. لهنا وصلنا لنهايه الفيديو، اقول لكم مع الف سلامه وانتظروني بفيديوهات جديده.